مرحبا حبايب، شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم حبيت أشارك وياكم جولة صغيرة في واحد من المحلات الحلوة في منطقة تركيش اللي واقعة في محافظة سامسون واللي صاير مقابل سيتي مول. أكثر شيء يشتهر به هذا المحل هو بيع العسل الطبيعي بعدة أشكال وألوان، بالإضافة إلى أنواع هواية من الخضروات والفواكه المجففة واللي مرتبة بطريقة جدا جميلة. لهذا حبيت أشارككم أني تصوير من هذا المحل. جماعة سامسون اللي يدور على تمر تقدرون تلقون هنا عنده أنواع هواية من التمور. أنواع هواية من المشمش المجفف أو مثل ما نسميها إحنا القيسي. وهواية أنواع من التين المجفف والزبيب والمكسرات طبعا أكيد. أشكال وأنواع البهارات تلقوها عندهم بالإضافة إلى الزيوت العطرية والأعشاب. شفت عندهم هذا الصابون اللي مكون من مواد طبيعية خالية من المواد الكيميائية. جماعة سامسون اللي تدورون على بخور راح تلقون عنده هواية هواية أنواع. أتمنى تكون هاي الفرصة السريعة عجبتكم واستفدتم منها. باي.
راح أترككم عنوان المحل بصندوق الوصف، ومع السلامة في فيديو جديد.